كان من فقهاء المدينة، اللي هو مين؟ صالح ابن كيسان، كان من فقهاء المدينة ومحدثيهم، وكان من ذوي الهيئة والمروءة. كلمة الهيئة يعني ايه؟ يعني له جلال، عندما تنظر اليه تهابه، اسمه الهيئة. مش معناه الهيئة يلبس بدلة وكرافطة ومتأمع وكول بتاعه ومتنشي، لا، مش الاسم، ليست هذه هيئة، ولكن المقصود بالهيئة أي ذو مهابة ومروءة. ولذلك استعمله عمر بن عبد العزيز في تأديب أولاده. إذا رجل محدث وفقيه ومن سادات الناس ومن أصحاب المروءة والجلال والهيبة، ولذلك صلح أن يكون ماذا؟ مؤدبا. ده المؤدب. بعض الناس يظن أنه لما يجيب واحد حفظ القرآن ويجي يحفظ عياله شد القرآن يبقى ده المؤدب. لا، ده مش مؤدب، هذا ليس بالمؤدب. المؤدب هو الذي يكون مع الأولاد أفضل من الأب. المؤدب ده موسوعة في العلم ومرجعية في الأدب والأخلاق. سبحان الله، المؤدب هذا له أن يؤدب الولد بكل ما يكون مناسبا له. يذكر أن مؤدب عمر بن عبد العزيز، تأخر عمر بن عبد العزيز أو كان يتأخر عن الجماعة وكان صغيرا، فنظر المؤدب في السبب فوجده أن شعره طويل، فكل من ذو الحصل يعمل إيه؟ يرجله. ولو كان يعرف زي الناس اللي من دول يعمل له توكة كانت حلنا كثير من المشاكل، لكن كان يرجله. إيه اللي حصل؟ فأمره أستاذه أن يحلق شعره. غلبط، مش ده شعرك ده لبخك؟ يالله احلقه خالص، ده المؤدب. وكان أبوه آنذاك أميرا على المدينة، اللي هو عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، يبقى عمه كان الخليفة وأبوه هو إيه؟ أمير المدينة. ما يقولش المؤدب أنت بتعمل كده ليه؟ فأنت بتشعل عندنا في البيت، أنت أبويا الأمير وعمي أمير المؤمنين. لا أبدا، ولكن لا بأس، المؤدب شأنه عظيم. نحن في حاجة بالفعل إلى طائفة المؤدبين حتى ننعش أبناء المسلمين. تجد إن الولد طيب وكويس ومقبل على الدين ويضيع. لماذا يضيع؟ لأنه لم تحسن تربيته. طب من الذي يربيه؟ الأب مشغول والأم مشغولة، إذن يتربى بأي سبيل. لو أطلق لحيته وراح المسجد وسمع درسين يبقى ده ملتزم وأخ كويس، وبالتالي تجد هذا الإنسان خفيف، يريد أن يسمع الأمور اليسيرة ويريد أن يكون دائما في دائرة الهامش. لو غص به في أي معنى كأن أرنبا قد سقط في المحيط لا يستطيع أن يخرج منه، مسكين غلبان. فنحن في حاجة إلى هؤلاء المؤدبين. فكان صالح ابن كيسان عليه رحمة الله كان مؤدبا لأولاد عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله، وتوفي صالح ابن كيسان سنة 140 هجرية.